القرن السادس عشر إذن الزاوية فقط في القرن السابع عشر إيش ولدت؟ ولدت منزل الزاوية وهذا واضح. في القرن الثامن عشر ولأول مرة تذكر مدينتنا باسمها الحالي زاوية السوسة، وكان ذلك في معرض حديث أحمد ابن أبي الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وحد الأمان، الذي يذكر مدينة زاوية السوسة في الأسطورة الأخرانية من الصفحة 140 من الجزء الثالث، ومن الماشية مساكن جمال وطلع صغرى وأكودة وزاوية السوسة. لاحظوا هذا التدرج في تسمية البلدة. أذكركم الآن بالقصف الذي أحدثنا عليه قبل قليل. كالزاوية في أثناء هذا البحث تعرف إلى معنى الزاوية التي ذكرت بمعنى الرباط. في أواخر القرن السادس عشر كما قلت وأثناء فترة هذا الصراع العثماني العثماني وانحطاط الدولة الحصية، فقدت الأربطة أهميتها العسكرية. فقدت هذه الأربطة أهميتها العسكرية، أصبحت ماذا؟ مجرد زوايا للتعدد. أصبحت زاوية لي أو تأوي عابري السبيل و المسافرين وغير ذلك. مصطلح الرباط في هذا التاريخ أواخر القرن السادس عشر تحول إلى زاوية، وهو ما يؤكد إذا كانت بلادنا في سمات الزاوية في أواخر القرن السادس عشر مرة أخرى تأكيد على أنها في الأصل رباط. منزل الزاوية، المنزل لا يعني به الدار أو المسكن، لا، بل المقصود به هو المكان الذي ينزل فيه التجار والمسافرين. المنزل إذا نزلوا أين؟ في الزاوية، بمعنى القصر أو بمعنى الرباط. إذا زاوية السوسة هذه التسمية كما تلاحظون، وهذا التدرج يؤكد حسب رأيي، دائما أقول حسب رأيي لأنه كما قلت يمكن في النقاش أو في تظهر أشياء أخرى، المهم أني مقتنع تمام الاقتناع أن بلادنا بالأصل كانت رباط، وهذه المدينة زاوية السوسة أو هذا الرباط العديد من الأشخاص والمتساكنين الذين اطلعت عليهم من خلال اللغات الأرشيفية والذي يسكن أسماءهم كلمة المرابط، المرابط كلاب، المرابط كلاب. إذن لديس بيتها مساكن أصبحت زاوية السوسة متفهمين. إذا كانت هذه المدينة مدينة رباط، وإذا كان أهلها مرابطون أو عفوا مرابطين، فهي جزء من هذا الساحل الذي عرف كما قلت برباطاته أو بأربطته. وأذكركم قبل قليل أني قلت تقريبا المسافة الفاصلة بين الرباط والآخر 6 أو 5 كيلومترات، 7 على أقصى تقدير. إذا منطقة الساحل كلها مرابطين. ومن أشهر العائلات المرابطة في هذه القرون البعيدة نسبيا هي عائلة المزوغي. فعائلة المزوغي التي ينتمي إليها شجرة أنساب أبناء الطاهر المزوغي، سيدي الطاهر المزوغي الذي هو ولي حاليا وله زاوية في قصور السيف. لاحظوا أن من أحفاد سيدي طاهر المزوغي سيدي عبد الغني. لاحظوا أيضا من خلال الأسماء اسم علي يتكرر طبعا، حتى أبو الحسن علي المحجوب هو مزوغي ولكنه سمي بالمحجوب لأنه لكثرة حجابته أو احتجاله عفوا فسمي المحجوب. إذن هذه العائلة هي عائلة مرابطين، عائلة فقهاء، عائلة أناس متعلمين، ودائما ليس هذا رمي ورود لعائلة بن عبد الغني في الزاوية ولكن هي الحقيقة. فمعظم
عدول الاشهاد الذين عرفوا قبل الاستقلال في الزاويه الاهداء ينتمون الى عائله بن عبد الملك. هذا دليل على ان هذه العائله هي عائله كما قلت درس افرادها في ربما اجل الامر يعني في الزيتون، لانه من شروط في انت ولا تسميه العدول قبل الاستقلال هو ان يكون خريج الجامعه الاعظم يعني جامعه الزيتون. اذا حتى جامعنا الجامعه بتاعنا كان يسمى جامع سيدي عبد الغني. هاي الوثيقه وهو المصدر بتاعها قدامكم اذا تحب نقراها لكم. الصدر الهبار العالم الجليل الحسيب امير الامراء الوزير الاكبر الشيخ سيدي محمد عزيز بوعطور. سامحوني باش نكبر شويه لانه بعيده. المهم فتح الله مع العافيه الضافيه اجله وبلغه من السعاده الدارين امله. اما بعد السلام الاتم فان هناك جامعا ببلده الزاويه من عمل سوسه يعرف بجامع سيدي عبد الغني وهو جامع الخطبه، وقد انتقل امامه منذ سنتين الى رحمه الله تعالى، فاجمع اهل البلد على اختيار تلميذين من تلامذه الجامع الاعظم. خير عفيف مجد في طلب العلم لان يكون اماما وخطيبا له بجامع الاعظم. هذه الوثيقة تؤكد الرواية الشفوية التي سمعتها من برشا ناس في الدولة كبار في الزاوية المقبل أن سيدي عبد الغني لمزوفي جودي بيان أفين المستير وجد هذه العائلة عائلة بن عبد الغني هو من قدم إلى بلادنا في القرن الثامن عشر هو تقريبا عاشر. ويقال أنه أيضا هو من حفر بئر بحلول بتاعنا، ويقال أيضا هو من بنى الجامع. إذا ننتبه أن الزاوية إذا كانت هذه الرواية صحيحة وكانت هذه الرواية متفقة مع هذه الوثيقة فزاوية سوسة لم تظهر أو الزاوية عفوا في القرن السادس عشر بل في القرن الثاني عشر مع سيدي عبد الغني. إذا كانت الرواية صحيحة ونعتبرها صحيحة نظرا لأن الجامعة كان يسمى بجامعة سيدي عبد الغني. هذه الوثيقة هي ثورة في الحقيقة، أنتم بيبي ليس ثورة بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الإيجابي، التي تعرفنا بصاحب هذه الزاوية سيدي علي بوزاني. لو سمحتم نقرأ لكم نسخة من رسم يقتضي تحبيس الشيخ سيدي علي ابن الشيخ العالم سيدي محمد ابن عبد اللطيف المزوري لعدة أملاك داخل بلد الزاوية وخارجها على زاويته المعروفة به ببلد الزاوية المذكور. على سأقول مش حاطها لكم كل هذه على أن يسرق من غلة الأملاك المذكورة على الزاوية. علاش مش حاطها لكم؟ لأنها مش تعطينا توا السياسة تاع بوزعبية تاع هذا الشيخ في هذه الزاوية. المخطط البرنامج اللي عملوه لها في حياته. إذا واصل على أن يسرق من غلة الأملاك المذكورة على الزاوية المذكورة وما تحتاجه من بناء وتحصير، تحصير يعني فرش حصيرة حاجة. وتحصير وسط السباح مفتيلة اللي كانت تشعل في القبة بالزيت يشبيوه وغير ذلك من الضروريات التي لا ولا غنى للزاوية عنها. نعم. وما فعل من ذلك وما فضل من ذلك يتصرف فيه الناظرون ناظر الوكيل الناظرون على الزاويه المذكوره بالوجه الاصلح لهم او لهم ولفقراء الزاويه وللغرباء والمساكين والزائرين. لا تعمر هذه الاذكار وتقيم الخمس صلوات وتلاوه القران العظيم وعلى الناظر على الزاويه
ثم كلمة ناقصة وقبضي ما تحصل قبضه وصرفه في وجهه لولديه، انتبهوا، وصرفه في وجهه لولديه الموجودين أحياء وقتا، وهما الشيخ المرابط سالم والمرابط محمد. وهذا يضحض ما يقال أن بوزعبية ما عندوش مال، وهذا مذكور للأسف. هذه الوثيقة أعتقد أنها خير دليل على ما أقول. إذن هم أحفاد هؤلاء الزعاب بتاعنا، نحن باعتقادي هم أحفاد سيدي بوزعبية، وهم من نسل هذا المرابط محمد والمرابط سالم. وحتى في وقت الرأس لدي وثائق أروي لكم هذه القصة في سنة 1940، ولا أذكر الاسم. 1940 سي محمود كان هناك واحد من الصعابة جندي في بنزرت توتو 1940. هذا الجندي كتب مراسلة لشكون؟ إلى ما يسمى آنذاك بالإدارة المركزية للجيش اللي هي بمثابة وزارة الدفاع. يا فهمتي ولا لا مدير الإدارة المركزية في معناه، يا أما أعطيني رخصة باش نروح، وإلا تجيب لي مناري من إيرادات ومداخيل زاوية سيدي بوزعبية. لأنه كما قالت الوثيقة أن يفضل بعد الاستصباح والتحصير والترميم و ما فضل من هذه المداخيل يوزع على أحفاد سيدي بوزعبية.